الحمد لله رب العالمين، قام الجيش الحر بالسيطرة على المدينة وطرد عصابات الأسد من هذه المدينة بالكامل. تتكشف عورات النظام كلما تكاتف الأهالي مع قوات الجيش الحر. من هنا كان قناصو كتائب الأسد يفتعلون فتن القتل ويطلقون النار على المتظاهرين، لكن الجيش الحر في كفر تخاريم بإدلب يستولي على مراكزهم التي مكثوا فيها طويلا بعد آلاف الشهداء والجرحى. وليس بعيدا عن هنا قصفت دبابات الأسد خربة الجوز ومزرعة العادلية في إدلب، أسفرت عن اشتباكات أوقعت عددا من القتلى والجرحى، فيما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 ضباط وجنود من الجيش النظامي السوري ومنشقا واحدا قتلوا في اشتباكات قرب حاجز عسكري عقب انشقاقات جرت في معرة النعمان بإدلب. دمشق وريفها يشهدان انتشارا في مناطق عديدة لعناصر الجيش الحر، حيث أظهرت الصور تجولهم في دارية لحماية الأهالي بمظاهرتهم التي رفعوا فيها علم الاستقلال. اشتباكات أخرى وصفت بالعنيفة جرت بين الجيش الحر وقوات الأسد على طريق رنكوس من جهة قرية تلفيتا وسط أنباء عن إصابات. عين ترمى في غوطة دمشق الشرقية حسب لجان التنسيق هي منطقة انتشار الجيش الحر اليوم، بعد أن سيطرت عناصره على كل المناطق في مدينة دوما بريف دمشق قبل أن تنسحب منها بعد ذلك، في خبر نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. نبشر الشعب السوري بأن القيادة وضباط المنشقين يتزايدون يوما بعد يوم. هل أنت متفائل بنصر قريب إن شاء الله؟ بإذن الله النصر قريب بإذن الله إن شاء الله. فيما تعيش مدينة الزبداني المتاخمة للحدود اللبنانية والتي تبعد 45 كيلومترا عن العاصمة دمشق هدوءا حذرا منذ انسحاب الجيش النظامي منها. وفي حمص وسط البلاد عرض ناشطون صورا لعناصر منشقين وهم يستحوذون على سيارات وأسلحة وصفوها بالغنائم من قوات الأمن وجيش الأسد الذين أسقطوا عشرات السوريين عند اقتحامهم أحد الأحياء. هذا السلاح الذي غنم من السيارات. وفي شمال شرق البلاد بدير الزور تبنى عناصر الجيش الحر هناك عمليات ضد كتائب الأسد بعد أن عاثت قتلا وتنكيلا بالأهالي. ورغم هذه الأحوال ورغم كثافة الثلوج تبقى إرادة عاشقي الحرية مقرونة بدعم الجيش السوري الحر حتى النهاية.